مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في العرب اللندنية: إيران تغير تكتيكاتها وتشكل فصائل أخبوية جديدة موالية لها في العراق. في موقع الحرة ينشر مناخ الخوف تقرير يحذر من عدم محاسبة قتلة صحفيين ونشطين عراقيين. في الزمان: ماكنزي في بغداد، مباحثات تحديد أسلوب الدعم الأمريكي للقوات العراقية. في الهيئة نت: هيئة علماء المسلمين تحيي الشعب الفلسطيني وتبارك انتصاره الكبير على العدوان الصهيوني. في العربي الجديد: اقتحامات جديدة للأقصى ومسيرات في الضفة احتفاء بفشل العدوان على غزة. في الشرق القطرية: هنية يقول إن المقاومة واجهت ضربة ستترك أثارا مؤلمة على إسرائيل. وفي الشرق الأوسط: محكمة كندية تعد إسقاط إيران لطائرة ركاب أوكرانية عملا إرهابيا. أهلا بكم. الآن ننتقل وإياكم من العناوين إلى ما اخترنا لكم من مقالات، والبداية بهذا المقال حيث جاء في مطلعه: سلط معهد واشنطن لدراسات الموالي أو على امتلاك الميليشيات الموالية لإيران في العراق طائرات بدون طيار ملغمة، مشيرا إلى أن دخول هذه الطائرات على خط المواجهة بين إيران والولايات المتحدة على أرض العراق سيكون لها أثار كارثية على مستقبل العراق. المعهد نقل عن مسؤولين عسكريين عراقيين قولهم إن التحقيقات المشتركة التي أجرتها قوات التحالف والأجهزة الأمنية العراقية أظهرت أن الهجوم على قاعدتي أربيل وعين الأسد استخدم فيها طائرات بدون طيار وجرى العثور على أجزاء منها، مشيرين إلى أن هذا النوع من الطائرات متوفر لدى فصائل محددة في العراق أبرزها عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وحركة النجباء ومنظمة بدر، وسبق أن استخدمته في الموصل وبيجي خلال المعارك ضد تنظيم داعش. في السابق طور المتمردون الحوثيون في اليمن حملة شرسة لمهاجمة حظائر الطائرات السعودية، وربما تكون كتائب حزب الله تشرع في برنامج مماثل في العراق استناداً إلى صور وأوصاف طائرة بدون طيار محطمة من أربيل. ترسل الميليشيات الآن طائرة بدون طيار يبلغ طول جناحيها 12 قدماً مماثلة لطائرة صمد واحد، وهي طائرة إيرانية التصميم يصل مداها إلى 500 كيلومتر. ولم يستبعد معهد واشنطن أن تضع الولايات المتحدة المواقع المرجح أنها تتولى عملية تطوير وصناعة مثل هذه الطائرات داخل العراق ضمن الأهداف التي قد تستهدفها في المستقبل في حال تكرار مثل هذه الهجمات. المعهد أكد أن العراق يمر بمرحلة جديدة من التصعيد العسكري، وأن هناك تقييما أمريكيا واضحا لهذه الخطورة، عندما أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي الطائرات المسيرة وأنها باتت تهديدا عراقيا وأمريكيا. الآن إلى مقال آخر: تحول العراق في ظل الحكومة المتعاقبة بعد العام 2003 إلى بلد يعاني من عجز مالي بلغ 48.2 مليار دولار، بما يعادل 46.6% من إجمالي موازنته للعام، ومن مديونية كبيرة لبعض الدول ومصادر التمويل الخارجية. عدنان كريما يرى في صحيفة الاتحاد الإماراتية أن الأخطر من ذلك أن العراق تحول إلى بلد فقير، حيث بلغت نسبة الفقر فيه نحو 40%، ليصل عدد الفقراء 16 مليونا منهم 10 ملايين يعيشون تحت خط الفقر.
في محاولة من حكومة بغداد لاستعادة ثقة العالم باقتصاد العراق، اضطرت للموافقة على شروط قاسية فرضها الصندوق، وهي تمر بفترة اختبار لمدى التزامها بتنفيذ سلسلة خطوات إصلاحية تتلخص في إصدار قانون للإدارة المالية، إخضاع الديون الخارجية والداخلية للتدقيق، إدخال هيئة النزاهة كطرف فاعل في المتابعة المستقلة للإنفاق، تعديل قانون البنك المركزي، منع تهريب العملة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك اعتماد وثيقة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لا سيما بعدما أصبح العراق في المرتبة 12 على لائحة البلدان الأكثر فساداً في العالم حسب منظمة الشفافية الدولية. وانطلاقاً من هذا الواقع المؤلم، وصف الرئيس العراقي برهم صالح ملف الفساد بأنه خطير وضخم وبحاجة إلى معالجات أوسع وأعمق، واعتبر أن ضرب الفساد المالي يعد ركيزة أساسية لاستتباب الأمن، وبدونه لن يستتب الأمن، ووعد العراقيين بوضع مدونة قانونية تتناول آليات لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق والموجودة في الخارج. ووفق مصادر برلمانية، أهدرت الحكومات المتعاقبة نتيجة تعميم الفساد أكثر من تريليون دولار، وتتراوح تقديرات الأرقام حول حجم الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج بين 240 مليار و 450 مليار دولار. لكن هل يمكن استرداد هذه الأموال؟ وما هي آلية المدونة العراقية المرتقبة؟ الكاتب يشير إلى أنه على الرغم من عدم معرفة أي معلومات عن الآلية التي ستعتمدها الرئاسة العراقية، فإن بعض الخبراء يؤكدون صعوبة استرداد الأموال المنهوبة، خصوصا في ظل استغلال السرية المصرفية، وهو نظام قانوني مصرفي يسمح للمصارف بالحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بزبائنها. قالت صحيفة القدس العربي إن ما حصل في غزة خلال الأيام 11 الماضية يكشف للكيان الصهيوني مجدداً استحالة مطلوبه، وأن امتلاك أسباب القوة القاهرة ليس كافياً لمواجهة الطرف أضعف منه عسكرياً، لكنه يتشبث بأرضه ويصر على حريته، ولو دفع أكلاف ذلك الباهظة من دماء أبنائه وبناته ومن بناه التحتية وأرزاقه، وكلما سدت الدولة العبرية باباً عليها ابتكر أبواباً أخرى للدفاع عن نفسه والاشتباك مع عدوه. لقد كان تطوير السلاح الصاروخي والمسيرات والبالونات الحارقة وتطوير بنية أنفاق عميقة هي أدوات الفلسطينيين لكسر الحصار الإسرائيلي ولمواجهة السيطرة على الجو والبحر، وامتلاك إسرائيل لآليات التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في التجسس والمراقبة والتصنت والاستطلاع وغيرها، كما كان استخدام هذه الأدوات العسكرية مهماً في الاستراتيجية السياسية الفلسطينية التي سعت لكسر الحصار السياسي على الفلسطينيين ومقاومة تجزئهم وتقسيمهم والرد على عمليات التطبيع المسمى اتفاقات إبراهيم، التي مثلت عملياً خرطاً للأنظمة العربية في المجهود الحربي الإسرائيلي للاستفراد بالفلسطينيين وتصفية قضيتهم. أحد الدروس المهمة للمعركة أنه جاء لتأكيد العلاقة الرحمية لفلسطين مع القدس، ومن خلالها تمكن المقاومون بما يشبه المعجزة من إعادة الوصل بين مكونات الشعب الفلسطيني، مجموعة بمن فيها فلسطينيو نكبة 1948 الذين هبوا لمواجهة الاستفراد بأهل الشيخ جراح واقتحام الأقصى والعدوان على غزة. وعاد التناغم على أشده بين فلسطينيي القطاع والضفة الغربية، بحيث صار الجسم الفلسطيني يتداعى بالسهر والنضال كلما أصاب جزءا منه أذى،
كان شديد الدلالة في هذا الصدد أنه صباح إعلان الهدنة في غزة كان الفلسطينيون في الأقصى يتصدون بدورهم لاعتداءات جنود تل أبيب ومستوطنيها. الكاتب يضيف أن الفلسطينيين أثبتوا عكس ما يسعى إليه الكيان الصهيوني، فتهلل القدس والضفة بالتكبيرات لخروج غزة من تحت القصف الهمجي، وهي مشتبكة بقوة مع قوات الاحتلال الصهيوني، فيما يرفع أهل غزة رؤوسهم ويعلمون الطغمة الاحتلالية دروس الشعب المدافع عن كرامته وحريته وأرضه. ليس ثمة اقتراض من مجازيات لغة الأدب ولا من مخيلات أهل الشعر أن يقال إن انكشافا متجددا لعجز دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإن في موازنة أو في موازاة ما أو في موازاة مع إعجاز فلسطيني انطوى على مفاجآت باهرة عديدة. في أثناء المواجهة العسكرية التي توقفت الليلة قبل الماضية بين الصمود الوطني الفلسطيني المقاوم والوحشية العدوانية الإسرائيلية، هذا ما أشار إليه معن البياري في مقاله الجديد بصحيفة العربي الجديد. الانتصار الذي تتوسله إسرائيل ليس في وسعها أن تحرزه أبداً، فليس من الشجاعة في شيء أن تقتل مئات المدنيين في بيوتهم وحقولهم ومنازلهم من دون اكتراث بنساء وأطفال وشيوخ بينهم بقوة الصواريخ الموجهة لديك، ولا تأتي أفعالك المنكرة هذه لك بالانتصار الذي تريد على مجاهدين صبورين مرابطين تقيم في جوانحهم إرادة المقاومة، يساندهم شعب عنيد وهم يبدعون في ضرب المحتلين وترويعهم وأخذهم إلى الملاجئ ووقف مطاراتهم بأسلحة صنعها هؤلاء المقاومون الشجعان وحموها وطوروها في ظروف حصار شديدة الصعوبة والاستثنائية، فضلاً عن أن ما اقترفته آلة الحرب الإسرائيلية في جولة 11 يوماً من استهداف المدنيين الفلسطينيين في غزة وتهديم منازل ومنشآت وعقارات ليس جديداً ولا يخرج عن حقيقة الصهيونية التي يقوم منطقها على إدامة الصراع مع العرب. الأساسي هنا أن العجز الإسرائيلي عن إنجاز انتصار على الفلسطينيين يعود إلى أن جرائم الحرب التي تحترفها دولة الاحتلال تواجه بما هو إعجاز فلسطيني، واحد من تمثيلاته تلك المفاجآت التي تذهلنا في كل نوبات الاعتداء على قطاع غزة. المعادلة الراهنة في الصراع مع الوحش الإسرائيلي لم تعد بهذه الصورة، وإنما بأن في الوسع أن يدفع هذا الوحش بعض الثمن. الكاتب يرى أن الإعجاز الفلسطيني الذي تسبب مجدداً بانكشاف العجز الإسرائيلي لم يتبدى فقط بالفعل الباهر الذي أدته المقاومة، وإنما أيضاً بالروحية الوطنية الجامعة لشعب فلسطين في عموم وطنه من النهر إلى البحر، الأمر الذي لم يعاين منذ سنوات، وغزة في مبادرتها إلى ضرب الاحتلال إنما لبت نداء من أهل القدس وهم يعتصمون ويتصدون للمحتل ويؤكدون استحالة أن تتكرر النكبة. اعتبرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها أن العودة إلى ما كانت عليه الحال بين المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي قبل حرب 11 يوما أمر لا يمكن حصوله بمجرد التوصل إلى تهدئة. وقالت الصحيفة في تقريرها إن كل من الطرفين على استعداد للعودة إلى وضعهما الراهن. نتابع. الصحيفة اعتبرت أن التهدئة غير ممكنة وأن التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة غير كاف، ووفقاً لما نقلته الصحيفة عن محللين ومراقبين فإنه قد لا يكون هناك عودة إلى ما كانت عليها الأمور من قبل، لا سيما أن حدة المواجهة فاجأت كل من الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية. وأكدت أن استفزازات الشرطة الإسرائيلية وتصرفات اليمين المتطرف في القدس أدت إلى ارتفاع حدة الاحتجاجات الفلسطينية ضد عمليات الإخلاء المخطط لها في المدينة المقدسة. وعن ردة الفعل الفلسطينية
قالت إنها وصلت ذروتها عندما قررت قوات الأمن الإسرائيلية اقتحام المسجد الأقصى، ما دفع حماس إلى ارتداء عباءة المدافع عن ثالث أقدس موقع لدى المسلمين، مشيرة إلى وصول الاشتباكات إلى الضفة الغربية وكذلك إلى الداخل المحتل. ورأت أن انفجار التوترات كشف عن الخلل الداخلي بين المعسكرين السياسيين الإسرائيلي والفلسطيني، ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بفلسطين فإن أزمة الشرعية التي تواجه السلطة المحاصرة ورئيسها محمود عباس تفاقمت. ونقلت الصحيفة عن خبراء أن عودة التهدئة بعد وقف إطلاق النار غير ممكنة، وذلك بسبب عدم وجود حوار هادف بين سلطة فلسطينية غير شعبية وضعيفة وحكومة إسرائيلية يمينية، حيث يرفض العديد من السياسيين الآن علانية فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة. الصحيفة أشارت إلى أن الإضراب العام الجماعي الذي شهد مشاركة واسعة للفلسطينيين في الداخل المحتل وفي الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة هو بادرة عهد جديد من التعبئة ضد السياسات الإسرائيلية. رأت صحيفة تايمز البريطانية أن هناك تحولات عميقة في السياسة الأمريكية، وعدت الصحيفة في مقال الكاتب جيرارد بيكر أن الولايات المتحدة لم تعد موحدة خلف إسرائيل كما كانت، في إشارة إلى الانتقادات المتصاعدة للحكومة الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على غزة. كان هناك منتقدون لإسرائيل وفترات من التوتر عندما كانت تصرفاتها أي إسرائيل تستحق عقوبات في بعض الأحيان. الكاتب يقول إنه مع ذلك كان الفهم الأساسي للجانبين الديمقراطيين والجمهوريين في السياسة الأمريكية هو أن الخطر الوجودي المستمر للدولة اليهودية يتطلب دعماً قوياً، ويعتقد الكاتب أن الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي والذي يشهد صعوداً حالياً أصبح الآن معادياً بشكل علني ليس فقط لتصرفات إسرائيلية محددة ولكن على ما يبدو لإسرائيل نفسها حسب قوله. وأشار إلى الإدانة التي وجهتها مجموعة كبيرة من أعضاء الكونغرس لإسرائيل في الأسبوع الماضي، وباستخدام عبارات غير معتادة في الخطاب السياسي الأمريكي، حيث لطالما حظيت إسرائيل بدعم الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، لكن حدثت تغييرات في القوى السياسية داخل الولايات المتحدة، فقد طالب أكثر من 20 من أعضاء مجلس الشيوخ بوقف إطلاق النار، ومن ذلك موقف النائبة الديمقراطية رشيدة طليب التي طالبت الرئيس الأمريكي جو بايدن باتخاذ موقف ضد إسرائيل ودعت لإنهاء الدعم العسكري لها. وينقل الكاتب عن مصادر قولها إنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في منح حكومة نتنياهو اليمينية المليارات سنوياً لارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، لا يمكن التسامح إطلاقاً مع الفظائع مثل قصف المدارس ناهيك عن ارتكابها بأسلحة قدمتها الولايات المتحدة. جاء في ذا تايمز البريطانية أيضاً أنه بالرغم من تأكيد الكاتب أن الولايات المتحدة تظل حالياً حليفاً يمكن لإسرائيل الاعتماد عليه، لكن هناك تحولات عميقة تجري في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل ويمكن أن تستمر في التردد على نطاق واسع. في حالة نادرة وغير مألوفة يجمع المسن العراقي يونس غفور 78 عاماً منذ أكثر من 5 عقود يجمع أنواعاً مختلفة من قطع الصابون، وصار لديه الآن نحو 1450 قطعة صابون تتضمن نحو 811 نوعاً مختلفاً. ويحتفظ المسن العراقي بقطع صابون يتجاوز عمرها 100 عام، ومنها قطعة صابون سوداء عمرها أكثر من قرن من الزمن أهدتها له والدته، وتعود لأيام زواجها عندما انتقلت من بيت أهلها إلى بيت زوجها، لكنها لم تستخدمها حتى آخر يوم في حياتها. ويجمع
أو يجمع المسن العراقي قطع الصابون داخل معرض خاص في بيته، ووصلته أنواع مميزة وفريدة عدة كهدية من دول عربية وأوروبية. وعندما يستيقظ صباحا أول ما يفعله يذهب إلى معرضه للتأكد والاطمئنان على قطع الصابون، وكذلك الحال عندما يعود إلى البيت في حال خرج منه. الآن نتابع وإياكم الكاريكاتير. ختام صدى الأقلام مشاهدينا الكرام، لاحقا نلتقيكم بحول الله، كونوا بخير دائما وإلى اللقاء.